بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. والنهاردة الفيديو بتاعنا تكملة يمكن للفيديو السابق. في الفيديو السابق كنا عرضنا على حضراتكم خطوات التسجيل على منظومة الضريبة الرئيسية أو المنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، وقلت لكم إن الجوابات دي ابتدت توصل للناس أو حتى يوصل لهم إيميلات على الإيميلز بتاعتهم المسجلة على مصلحة الضرائب أو الإي سيرفيس اللي هي المنظومة القديمة اللي احنا كنا شغالين عليها. والنهاردة همشي مع حضراتكم خطوات التسجيل على منظومة الضرائب الرئيسية الجديدة خطوة بخطوة. طبعا هم هنا بعتولنا زي ما احنا اتكلمنا يمكن في الفيديو اللي فات عن ان احنا هنروح على الموقع الجديد اللي هو ata.gov.eg، وهنبتدي نختار انشاء مستخدم جديد ونسجل الحسابات بتاعتنا بهذه البيانات. وطبعا النظام لازم يكون فيه الايميل بتاعنا معانا عشان نقدر يوصل لنا عليه رابط التفعيل ونقدر نشغله، وبيتم الدخول على البوابه تاني وبنتاكد ان البيان مظبوط، واخد بال حضرتك، وهكذا. طيب هنا هنبتدي انا وحضراتكم نروح على البوابه eta.gov.eg، وبعدين نبتدي نعمل مستخدم جديد او انشاء مستخدم جديد. انا يعني دخلت هنا على طول اهو على بوابة الممول، فطبعا لما قلت له بوابة الممول نقلني هنا على طول على تسجيل دخول أو مستخدم جديد، فهكتب تسجيل المستخدم وبعدين هبتدي أنقل البيانات واحدة واحدة كويس من البيان اللي عندي. البيانات كتبت أنا لست روبوت، وهبتدي أقول تسجيل وهنبتدي ننقل على الصفحة اللي لما ضغطت تسجيل ظهر لي التحقق من البريد الإلكتروني، يجب توثيق بريدك الإلكتروني لتتمكن من تفعيل الحساب، وقال لي تم إرسال بريد إلكتروني لك يحتوي على تعليمات توثيق بريدك الإلكتروني، وإن لم تستلم رمز التوثيق في البريد حتى الآن اضغط هنا لإعادة إرسال رسالة التأكيد. فهنروح هناك على الإيميل بتاع الممول ونبتدي نشوف ايه هو التوثيق، ونبتدي نرجع تاني نشوف ايه الخطوه اللي بعد كده. لما رحنا على الايميل لقينا في ايميل جالنا اسمه التحقق من البريد الالكتروني. تم انشاء حساب على البوابه الالكترونيه مصلحه الضرائب المصريه باستخدام عنوان البريد الالكتروني هذا، اذا قمت بهذا بنفسك اضغط على الرابط في الاسفل لتوثيق عنوان بريدك الالكتروني. هندوس على رابط توثيق عنوان البريد الالكتروني وظهر لنا، رجعنا تاني للبوابه الورك سبيس بتاع الممول، بيقول لي عزيزي الممول يرجى العلم انه من خلال منظومه الاعمال الضريبيه الرئيسيه يمكنك الان تقديم النماذج التاليه: اقرارات المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر، نماذج رسم التنميه، نماذج اذون وسندات الخزانه. طبعا طالب مني ان انا ادوس اوافق على البنود، يعني طبعا ما عندناش اوبشن تاني، ما عندناش اختيار تاني، واغلاق. وطبعا المفروض ان احنا كده دخلنا فعلنا الحساب زي ما انتم شايفي. طيب هو هنا بقى بيقول لي انت سجلت كشخص، هتربط حسابك على تسجيل ضريبي موجود، فهقول له ايوه. فبيقول لي لا يمكنك ربط تسجيل ضريبي حيث انه ليس لديك اعدادات مراسلات رسميه، رجاء مراجعه اعدادات المراسلات الرسميه الخاصه بك لتتمكن من ربط حسابك على تسجيل ضريبي موجود. هنضغط على اعدادات المراسلات، بيقول لي حط رقم التسجيل بتاعك ورقم الهاتف والبريد، وهل تريد استخدام اعدادات الحساب او لا. طيب هنضيف الحاجات دي ونرجع برضو تاني نشوف الخطوة اللي بعد كده ايه. هنا رقم من طلب مني ادخال رقم التسجيل ورقم الهاتف، واول ما دخلت رقم الهاتف قال لي يرجى ابقاء هذه النافذة مفتوحة والتحقق من هاتفك المحمول بحثا عن الرمز الذي سيتم ارساله اليك. فطبعا الرقم التليفون اللي احنا حطيناه هناخد منه الكود وهندخله ونعمل تأكيد عشان نفعل اعدادات الحساب. بعد ما تم الضغط على ادخال الكود والضغط على التأكيد رجعنا هنا تاني وخلاص رقم الهاتف تم تأكيده. هنبتدي بقى نحط البريد الإلكتروني. هنبتدي بعد ما دخلنا رقم التأكيد وقلنا رقم الكود ودخلنا تأكيد، حطينا كمان البريد الإلكتروني وهنعمل حفظ. هنا بيقول لي لقد تم إضافة إعدادات المراسلات الرسمية الخاصة برقم التسجيل الضريبي كذا، ورجاء معاينة البريد للتحقق من حالة استخدام بريد إلكتروني جديد. هنرجع تاني بقى للسبيس بتاعة الممول، هندوس على اسم الممول من فوق ونكتب قائمة الممولين ونرجع لربط حسابي على رقم تسجيلي
موجود. طبعا بعد ما حاولنا يعني كذا مرة ان احنا نراجع اعدادات المراسلات الرسمية وندخل الباسورد واليوزر نيم ويجي لنا كود على الموبايل وكل حاجة، ولكن ما زالت الرسالة دي بتظهر لنا ان هو لا يمكنك ربط تسجيل ضريبي موجود حيث ان ليس لديك اعدادات مراسلات رسمية مؤكدة. طبعا ممكن يكون السيستم كانوا بيقولوا ان هو هيشتغل يوم 28، النهاردة يوم 30/11، ممكن يكون لسه الداتابيز مش متوفرة او مش شغالة 100% او الربط مش موجود، فبالتالي هننتظر بعض الوقت لغاية لما الموضوع ده نشوف لي حل او نكلم خدمة مساعدة المسجلين او الدعم الفردي اللي موجود عشان نسأله ايه اللي حصل. ولكن يعني ده كان طبعا كنت متمني ان انا اكمل الفيديو، ولكن هنعمل فيديو تاني نكمل فيه لغاية الاخر وكيفية الربط الحساب على تسجيل ضريبي موجود. ويمكن بعد ما قفلنا الجزء الاخير من الفيديو وكان ظهرت لنا الرسالة ديت، طبعا رجعنا للايميل بتاع الممول، لقينا ان في ايميل جالنا مكتوب فيه التحقق من البريد الإلكتروني لشركتك، وبيقول لي الرجاء النقر على الرابط للتحقق من عنوان البريد الإلكتروني. فقلنا بدل ما نعمل جزء تاني من الفيديو نكمل على الفيديو هذا الموضوع. طبعا بيقول لي هنا اربط على طول، بقى طلع لي اربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود، اداني رقم التسجيل الضريبي زي ما حضراتكم شايفين، البريد الإلكتروني، الهاتف، اسم الشريك الرئيسي، تمام، وطبعا اداني الكود التعريفي 1 والكود التعريفي 2، وهنبتدي ننقل البيانات من الجواب بتاعنا اللي هو بالشكل ده اللي هو مديني فيه رقم التسجيل وكود التفعيل 1 وكود التفعيل 2. طيب تعالوا نمر البيانات كده ونشوف هيحصل ايه. بعد ما حطينا البيانات هننزل تحت، طبعا هل انت محاسب قانوني؟ لا، وهعمل ربط تسجيل ضريبي. بعد ما ادانا خطأ في الجزء بتاع التسجيل عملت إلغاء ورجعت للشاشة الرئيسية تاني وقلت أربط حسابي على رقم تسجيل ضريبي موجود، وهنا هختار رقم التسجيل الضريبي، ظهر لي البريد الإلكتروني ورقم الهاتف أوتوماتيك. هبتدي أرجع تاني أدخل البيانات الخاصة بالشريك، هنعمل ربط تسجيل ضريبي. بيقول لي لقد تعذر العثور على بيانات الملف الضريبي في نظام الاقرارات، الرجاء مراجعه البيانات والمحاوله مره اخرى. بعد مراجعه البيانات ما زلنا الارقام زي ما هي، رقم التسجيل زي ما هو، البريد الالكتروني زي ما هو، ولكن انا ارجع تاني واقول يمكن لسه الربط ما تمش بطريقه كامله، وبالتالي ما زال عندنا هذه المشكله، لان هو مكتوب كمان في هنا بيقول في حال تحقق النظام من صحة البيانات الثلاثة اللي هو رقم التسجيل وكود التفعيل 1 و2 يتم تنفيذ الربط مع بيانات السجل الضريبي للممول. يعني طبعا هو هنا احنا حاولنا ان احنا نكمل البيانات، ولكن هنتكلم طبعا مع خدمة الاتصالات او الدعم الفني 16395، وهنبتدي نتابع الموضوع ده، وان شاء الله لما اول ما هنوصل هنشوف هل المشكله ان البيانات لسه فعلا ما بداتش او ما دخلتش على النظام بالكامل، فبالتالي هنستنى شويه لان لسه بدري برضه. هو المفروض المأموريات المدمجه بدات العمل اول امبارح، المفروض اول اقرار في 2/1، فممكن يكون لسه في تجهيزات بتحصل ما وصلتش، وده يمكن حصل معانا واحنا بنسجل زمان لو رجعنا للفيديوهات القديمه على المنظومه القديمه، ولكن هننتظر ونشوف، وطبعا اي جديد هنوافيكم بيه. متشكر لكم جدا، معلش الفيديو طول شويه، ولكن نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات ثانيه. تابعونا دايما على قناتنا على اليوتيوب وعلى قناتنا على التليجرام وصفحتنا على الفيسبوك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.